علي أيضا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في طبيعة إقباله وإقدامه إلا صدى لطبيعة الواقع الذي حصل مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه في قضية عطشه بأبي وأمي. حينما جاء إلى الإمام الحسين لم يكن يطلب ملجأ، لم يكن يطلب إغاثة، لم يكن يطلب إلا الماء، والعطش أرهقني. وعلى الإنسان هنا أن يستوعب كلمة ماذا تعني العطش في تلك المعركة، معركة فيها حر شديد، فيها ركض شديد، فيها لهاث شديد، فيها رمال وأتربة وما إلى ذلك، كلها تؤدي إلى أن يجف يعني الغدد اللعابية، لا يمكن لها أن تفرز أي شيء يعين الإنسان في هذا المجال. أيضا النفس سيتقطع هو الآخر بالشكل الذي يجعل المريء ويجعل الحنجرة ويجعل اللسان يتيبس بشكل سريع جدا. فما بالك لو أن هذا الوصف العجيب الذي يصفه الإمام الحسين عليه السلام ويصفه علي الأكبر حينما يمد إليه الإمام الحسين لسانه لكي يبتل بما يوجد في لعابه بأبي وأمي، وإذا به يفاجأ ويقول إن لسانك يا أبي يا أبا أجف أو أيبس من لساني. وعند ذلك يطرح عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه خيار الخلاص، خيار السعادة. اذهب يا بني، إن هذا جدي رسول الله ينتظرك وبيده كأسه الأوفى الذي لن تظمأ من بعده أبداً.